يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بيتك تحجى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صلي عليه وافتح بين الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واله ومن النبي تعلى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واله وبل الحبيب عزا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي مقول سمايا يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك وشفاء في القيامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك سيد السلام عليك. السلام عليك خير من أجل وجود الأخيات. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إله إلا الله إله إلا الله مرسلين إلى الهدى مرسلين إلى الهدى بك جاء بك بشر الله بك بشر كالكبرى زادتك في الكلك العظيم شمائل زادتك في الكلك العظيم شمائل يا أيها النبي الله كوكب الريح يا أيها النبي والكوكب الريح أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب يا حي النبي الله كوكب الريح يا أيها النبي والكوكب الريح أنت إمام الحضرة سلطان الغيب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
لو قد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الهادي البرهانه المقصود في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق للحكمة وطوى عليه علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدارك الكسمة أرسل إليهم أشرف خلقي وأجل عبدي رحمه لعلك إرادات الأجلاد بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادتي والغياب فما جل هذا المن الذي تكرم في المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في كل المحمود وتعذرت بوجود أكناف الوجود وطراز البرد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلي الحق في عالم قدسه الواسع تجلي قدر بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وله الحق الذي لا تنحسر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثره تردات حيث ابرج من عالم الامكان سوره هذا الانسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من شر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لا قلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالى يلا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاخذته العيون فيما اجتلته بشر كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرج من حضرة الامتنان ما يعجز أو وفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه إن شر منه في عالم بطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله عليم فمن فاجأته هذه بشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على نور
Yeah.
صلي سلم عليه وانت شوق تمكن في الحشا كان في الحشا وتكتب بل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قوائد وزره على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به الأمة بشرا كثيرا في ظلمة الجهل المستبصر سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة إن تجرى سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم مجل الصلوات وجمعها وازكى تهيئتها ووسعها على هذا العبد الذي وفى بهك العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بهك الربوبية في مواد الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسر بها روح المصلي عليه به وينبتل في قلبه نور سر تعلق به وهبه ويكتب بها بناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تقصوا المجد بقربه وتفيأوا زر الأشرف نصر بيوته وحبه ما أطر الأكوان بنشر كراهم نسيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كنت أمام الله مقاصدنا ليلة صفات ما أدلى ليلة صفات
مقاصدنا وزال منا جميع الألم وزالت منا جميع الألم عسى 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 بفضلك يعاملنا عسى بفضلك يعاملنا من العطاء والغضب نزلا من العطاء والغضب نزلا في جنة في جنة الخلد يخلدنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرام مع النبي المصطفى الأكرام والتمام وتمام الله مقاصدنا وتمام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم وتمام الله مقاصدنا وتمام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا صلوا على من به صدنا على فسيك دعجا على فسيك دعجا حتى بفصلك دعجا وتمام الله مقاصدنا وتمام الله مقاصدنا وسلم لجميع الهم وسلم لجميع الهم وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وتمام الله مقاصدنا وسلم لجميع الهم وسلم لجميع الهم جنجنا في محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومود ورقت به هذه درة المكنونة وموز ورقت به هذه درة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زور اشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى برازه متشوقة إلى افتقاد جواهر كنوزه
وكل ذابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مونده بجمال البشاره وما منها من حمل في ذلك العام الا اتت في همها بغلام من مرقاد وسعاد هذا الامام ولم تجر الارض سماوات متضمخة بدل فرح بملاقاة يشرف البنيات وبروزه من عالم الخوف إلى عالم الزهور بعد تركنه في البطون والزهور فأسر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب عوان ودي هذا الحبيب على الذي سمعت وما الأرض وما فيهن بالترحيب أمطر جود إلهي على الوجود تزيد ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قدرك شفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأفد الحق حكمة على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تنيسا لجناب المسعود وشركها لا في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الخير العين ما قسى الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأنت العود الذي رتب الله على خدور وجود هذا المغنود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود ورز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشعرك القلوب دهاجة بوجود المصطفى ولأهل الكون أنصار وسرور سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة
فكبر حسني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلاة صلى الله عليه وسلم والصلاة والكتاب
عليك.